أنا والد محمد عبد العاطي أحمد موسى، أبوها كان عيل صغير معوق، يعني عندي سرعة يعني، وحتى في الكلام متأخر في الكلام، ولغاية ذوق متأخر في كلامه. خرج في يوم 18/11 سنة 95، طلع حوالي الساعة 9 الساعة 10 من البيت مع أمه، راح بيت جده، بيت جده الضيفي، ومن جده الضيفي خد بعض أخته الصغيرة اسمها اللي نوها، اللي أقول عليها نوها، وراح سيبته، روح بجد عمك، قال لا مش راح بتعمني، أنا راح بجدي، راح بجده. هناك استمر جدة طبعا زي ما تقول هي مش والدة كذا، يعني في فرق بين مرت الأب ومرت، يعني ده حاجة في الغلوب على ما ربنا، مش اديتها لأمه ومشيته. لقى عربية ماشية طلع بها على الجبل فوق، كمان معنا أخت الله يذكرها بالخير، سيبته ما قدرتش كمان تاخده من يده وتوديه، يعني بيت ناس مش عارف أنا نعمل إيه. قدر. الحقيقة دي هتتعب ناس، أنا عارف هنقول الحقيقة بس هتتعب ناس، فمش عاوز نقولوها يعني، مش يعني قدرها شرب بنت مسكفدة وعارفها الضخلة بيت أبوها، وتروح معاهم زي ما هو جمعهم، المهم سيبوه يلعب في الدراسة نت أخواننا اللي فوق، ما حدش عارفه، اللي يقول أبوها شغال هنا واللي يقول أبوه شغال هنا، الأمور ما فيش. المهم طلع لفوق، واللي يقول طلع تالي لما النصارى واركب عربية، ما فيش. راح يلعب في الطماطم، طار وراه سحب الطماطم، عمله واحد من الخواجات أو خايف يقلع الطماطم، المهم طار وراه قال له يا وردي خايف مني كان، قال والله طرت وراه أوصل لغاية وكان ماشي مع مرة، كان ماشي مع مرة النصارى كده، بس جينا ياه الناس قاعدة تدور في الجبل، عرفوا شو اللي طلع مشرق والطلع مغرب المنتشرة في الجبل جماعة أكتر، لغاية ما كان عايتوه، لغاية ما كان ايه حيتوب كل اخوانا في البلد كل اشتركت في المشهد ده، ونشكرهم جميعا يعني، كلهم اخواتي وعيال عمي ده كله، يعني حدش غريب برضك، وحتى جيراني برضك ما حدش غريب، كل البلد حته واحده وقلب واحد يعني، وحاسين بينا كل دور عليه. المهم بعد يوم اول والثاني الثالث جبنا الاستاذ الغفير ده، السيد العربي كويس، رجل طيب يعني كويس، قصر قصر هنا لغاية خور الطيارة، اللي أقول عليه خور الطيارة يعني، حتى فيها زلط ما بيش باين فيها أثر، وجبل من هنا مسكر وجبل من هنا مسكر، وفي معميس لي يعني في الأرض رجليه يعني كالشيح رجليه، قال عاوز نعرف لا جزمة موجودة ولا جلبية موجودة، طيب إيه يعني إيه اللي نقل ده من هنا؟ العشية لما أنا أسأل الوليد أقول له إيه فيه وردي كنت ويان، قال أنا مشيت وفي حتة دبة كبيرة على كلامه عبير هو مش يعني كلامه تفهمه عبر بيده، حتة واسعة كده وفي حاجة يقول زين فوق راسي، وخدتني ومشت أوصل إيه الحتة اللي قاعد فيها اللي هي اسمها أصوان دي. الرجل اللي لقيه اسمه المرحوم حاج حسين، أقول لقيته في موقف كومبو عايبكي، خدته وبحرت بي مشيت بي حتى اسمها كالور، فكالور قاعد معها فترة حوالي 10 سنين، وفي النهاية نزل بي تحت اشترى المنبع أراضي باعت العتيدة كلها كان قاعد فيه، باعت وبقت بيوت اسمها شارع السهم ده بيوت، وقاعد فيه الوليد ده ما عندي جيران من هنا من هنا من هنا، اللي ما حاجة يشتغلها له واللي معاه مصلحه يشتغلها زباله وديه، يعني انا شفت بعيني برضك اخر منظر لي، اخر منظر بعيني شفته بالمنظر ده. رحنا هناك قال دي لي الوليد كان هو صغير كان عندي سرع وكان يجي الحاله ويوقع في الارض ويتمعمص صح ده، وانه مظبوط الكلام. طيب وايه ثاني؟ قال والله ده كان قوي لما شب وكبر وسن في السن الثلاثينات او 25 سنة يبقى شاب قوي، كان يشيل الزلط ويشيل الرمل يدي يعني شديد خالص، بس مع الاكل ضعيف وما في شيء. قال لي سنتين خس بالمنظر اللي شايفينه ده قدامكم، جايه انا حاج جايه
قالوا ايه جماعة اللي شغالين هناك لما نزل الوليد حسين ده اسمه حسين لما نزل شاف عيل صغير في عيلة صغيرة ضربة بطلوبة المرة دي هتعارك عليها وتدافع حرام عليكم مش حرام عليكم عشان غير غلبان ومليش ناس ده مرضى المصلحة عنيت هناك فوق رجعت قال لك يا خالتي ليش ناس قال ده عيل جانا من جو بدري يعني حوالي 28 سنة 29 سنة 30 سنة عندنا هنا ومليش ناس اتصل بابوه قال لابوه كذا قال لابوه ايه في حد غايب مننا ملي قال لا في عيل اسمه عيل الاستاذ عبد العاطي غايب بدري زمان قال لي كدي قال لي حوالي 27 28 سنة بس طبعا بعت صورة وبعت الصورة الوردي فجيت المنظر الورد ده شعر مكوش ودقن كبيرة وطبعا اقول لك ايه احلق له راسه واحنا جايين في الصبح حلق راسه واحنا رحنا في الصبح قعمزنا على الفرشة يمكن الفرشة دي شفتوها قعمز جنبي انا واخواننا الحبايب هناك والاخواننا اللي في الأوضة شغالين فيها مين ابوك؟ قال آه ابوي انت ابوي وين ابوك يا محمد؟ مسمينه محمد ابو جامع هم هناك اسمه محمد ابو جامع يعني محمد جامع او محمد الغلبان اهل الحته اللي هناك دي يعني حتى في وليه خياطه يسميه انت ابو محمد الغلبان قولوا اه انا ابو محمد الغلبان بس وتعرفنا اليوم ناس كويسين قاموا بالواجب كله قاموا بالواجب يعني حاضر قاموا بالواجب كل اللي هنو وصعوا عملنا تحليل وسنين التحليل لغايه ما ايه سهل ربنا وجت الزفه دي اللي عملناها في الشارع بس مش عارف اشكركم كياني انا مش عارف اشكركم كياني.